بالرغم من إعلان الهدنة الروسية التي تعتبرها روسيا هي هدنة إنسانية، الطيران الحربي يحلق منذ الصباح الباكر في سماء الغوطة الشرقية منفذا عدة غارات على عدة مدن وبلدات من الغوطة. القصف يستهدف مدن دوما وحرستا وجسرين، وبالإضافة إلى بلدة الإفتريس، سقوط شهيدين في مدينة دوما إضافة إلى عشرات الجرحى في مدن وبلدات أخرى. الوضع العسكري، 36 عنصر قتل بقوات النظام فجر اليوم على جبهة حوش الظواهرة، بالإضافة إلى عشرات الجرحى منهم. نسمع الآن الطيران الحربي ينفذ إحدى الغارات على الغوطة الشرقية. كما سمعنا إحدى الغارات خلفي تماما، إحدى الغارات الجوية. هذه هي الهدنة الروسية المؤقتة التي تراها يوميا مؤقتة بالنسبة لأهالي الغوطة، وهي هدنة إنسانية. طائرات النظام خلفي تماما تنفذ غارات الآن على مدن وبلدات الغوطة الشرقية وعلى وسط الأحياء السكنية. كنت معكم من داخل الغوطة الشرقية، ضياء الشامي، مراسل وكالة ستيب الإخبارية.